تواصل الأدوات الحوثية الإيرانية زعزعة الأمن والاستقرار مستغلة الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ولعل أخطر تلك الأدوات هي التي تنخر المناطق المحررة تحت لافتات متعددة، من بينها لافتة حق يراد بها باطل وهي السيادة. الحريزي أحد الشخصيات الموالية للمشروع الحوثي الإيراني في محافظة المهرة، حيث سعى منذ سنوات لزعزعة استقرار المحافظة واستغلال ميليشياته لتحقيق اختراق للأمن القومي الوطني والإقليمي عبر توفير ممرات آمنة لتهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات لميليشيا الحوثي. ناشطون يمنيون دشنوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان الحريزي بوق الرخيص، حيث كتب الصحفي حسن عناب على منصة إكس: أكثر أسلحة الحوثي التي يقتل بها اليمنيين ويهدد بها أمن واستقرار دول الجوار حصل عليها عن طريق التهريب بتسهيل وتنسيق من العميل علي الحريزي. فيما أكد الإعلامي مصطفى القطيبي أن علي الحريزي يعد أحد أخطر الشخصيات في المحافظات الشرقية لليمن بسبب تعاونه وتخادمه مع الإيرانيين وإيصال أسلحتهم وصواريخهم لأيدي الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية. بدوره يشير الصحفي هائل البكالي إلى أن الحريزي أحد أقطاب تهريب السلاح في محافظة المهرة، مشيرا إلى أنه صعد ضد الحكومة والتحالف بعد أن أغلقت معظم المنافذ التي كان يستخدمها لتهريب السلاح للميليشيا الحوثية الإيرانية. ويؤكد الصحفي أحمد الصباحي أن الشعارات الوطنية سهلة وخادعة وأن هذا ما يفعله الحريزي في المهرة. وفي هذا السياق يشير محمد المخلافي إلى أنه في الوقت الذي يستنكر الناس جريمة رداع يذهب الحريزي ليمتدح سيده في مران، فيما يؤكد الإعلامي رماح الجبري أن الحريزي مشرف الحوثي في المهرة، مضيفا أن ثمن الصمت عنه مكلف على الجميع. دور تخريبي خطير يؤديه الحريزي في المهرة وفقا للإعلامي محمد الضبياني، الذي يؤكد أن الحريزي يخدم ميليشيا الحوثي وينشط في تهريب الأسلحة للحوثي لقتل اليمنيين، مشددا على ضرورة التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأدوات الفوضوية المتمردة التي تجسد الحبل السري للميليشيا الإيرانية الحوثية. ويحذر المحامي محمد المسوري من الفصل بين الحوثيين والحريزي بقوله: استحوا على أنفسكم يا من تقولون نحن ضد الحوثي ولكن مع الحريزي. ويؤكد المسوري أن الحوثي والحريزي حلفاء وأداة إيرانية، مضيفا: ما دام الحريزي مع الحوثي فهو ضدك ما دمت ضد الحوثي، وإن كنت مع الحريزي فأنت مع الحوثي.